أرس بلاقي حالي عم خبص. طيب يا الله شو أعمل؟ ضروري أنا ضل عم أتفز لك وأعمل حالي فهماني. حبيبتي أقصر خط هو الخط المستقيم. شو قصدي؟ قصدي إنه حاج لفي وتدوري، بتروحي هلأ بوشك لعندها بتقولي لها هنادي أنا حابة أشتغل معك. أو وبركي قالت لي لا؟ لا وميت لا. ليش؟ هيك حاجة تنكشيني وحاجة تزنوا أنتوا الاثنين بإذني. طيب يا هنادي خلاص لا تقلي هنادي، المخلوقة ما عندها خبرة وخلاص ما عندها شيء، غيان دو غيان، لا ترتيب لا نظام لا انضباط، ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما عندها شيء. طيب في عندك حل تاني؟ لا ايه خلص ناومي بوشك لعندها وسلية بقى بلا غلاظة. هيك قلتك؟ ايه. شو بدي قلها؟ بدك شو بعرفني شو بدك تقلي لها؟ اسألي عن أي شيء، افتحي لك شيء موضوع، اسألي عن الطقس مثلا. فادي شو؟ انت بشر عادي عادي، غيان دو غيان. رانيا حبابي انت روحي احكي معها لهنادي، والله اذا قلت لك كلمه لا بيسبني انهيار عصبي. لا شفتي ما صار معك شيء. يا الله رانيا مو وقت مسحك هلا، عم بحكي جد. كم مره خادمتك انا؟ شي مره بهالحياه تخدميني خدمه بدون ما تطلعي لي روحي؟ حبيبتي انا بدي اياك تعتمدي على حالك وتكوني واثقه من نفسك، بعدين حش تعملي لي توتر قبل السفر، هلا بنسى نص اغراضي. ليش لوين مسافرة؟ عبيروت بس يوم واحد. بدك تشوفي امي؟ لا على الجامعة. لا ما بتعملي او بتتركيني لحالي بظروف صعبة ما رانيا؟ لا انا اللي بعملها، انا بنت شريرة عم تفهمي؟ بعطيكي جاكيتي الابيض والسكربين السوداء. ايه ما بيلبقوا لبعض. ايه بس بتلبق على فستانك اللي اشتريتيه من عزاز. انو واحد؟ هلا برجيك علي. منيحة؟ هنادي؟ هنادي عم تدور على مساعدة جديدة. نحن موافقين. الراتب 15,000 والمواصلات مأمنة، بتروح معه وبترجع معه، شو قلتوا؟ يلا نوقع عقد.